السلام عليكم طلاب، إن شاء الله نبدأ بالمحاضرة الثالثة والأخيرة من سلسلة محاضرات الفصل السادس من كيمياء الصف الثالث المتوسط. طلاب، بعد ما كملنا المحاضرة الأولى والثانية، المحاضرة الأولى تكلمنا بها على الكيمياء العضوية، وقلنا الكيمياء العضوية هي تهتم بدراسة المركبات العضوية. شنو المركبات العضوية؟ قلنا هي المركبات اللي بيها بالدرجة الأساس عنصر الكربون، ثم يليه الهيدروجين. يعني أكثر عنصرين أساسيات بالمركبات العضوية هو الكربون والهيدروجين. وقلنا ممكن بعض العناصر تجي ايضا مثل الاكسجين. قلنا المركبات العضويه اللي يكون بها بس كربون وهيدروجين سميناها الهيدروكربونات، مو تمام؟ وعرفنا الهيدروكربونات قلنا وهي المركبات العضويه التي تحتوي في تركيبها على الكربون والهيدروجين فقط، مو تمام؟ وقلنا بهذا الفصل راح ندرس 7 مركبات. بذنية المحاضرات كملنا 3 منهم، اللي هم الميثان اللي الصيغه مالته CH4، وشرحنا الأثيلين اللي هو C2H4، وشرحنا الأستيلين اللي هو C2H2. كملناه كل واحد عرفنا هذا طبعا ذولاك الثلاثة كلهم هيدروكربونات. ليش؟ لأن بيهم بس كربون وهيدروجين، تمام؟ خلصناهم وعرفنا شلون نحضرهم وعرفنا يعني خصائصهم. اليوم نكمل المركبات البقونة. المركبات البقونة أول واحد بيهم هو كحول الأثيل. أول واحد اليوم ندرسه شنو؟ هو كحول الأثيل، أو ممكن نسميه الإيثانول. الإيثانول طلاب شنو؟ C2H5OH. هذا الكحول الأثيل هذا مو شنو مركب عضوي هو. بس هل هو هسه لو أسألك من الهيدروكربونات راح تقول لي لا. ليش؟ لأن بيه أكسجين. الهيدروكربونات بس كربون وهيدروجين. وأيضا راح ندرس حامض الخليك اللي هو CH3COOH، وأيضا هذا مركب عضوي، مركب عضوي مو من الهيدروكربونات لأن بيه أكسجين. وندرس البنزين أو البنزول اللي هو C6H6، وندرس الفينول اللي هو C6H5OH، تمام؟ عندنا هسه كحول الأثيل طلاب. كحول الأثيل التحضير مالي، تحضير مالي يتحضر بطريقتين، طريقة قديمة وطريقة حديثة. شنو الطريقة القديمة؟ الطريقة القديمة يجيبون فواكه، عنب أو دبس أو تمر، يخلوهن بعلبة، وهاي العلبة يسدون القبق مالتها. بعد شنو؟ راح يصير ما يوصل هواء، فشي يصير بمعزل عن الهواء، ويجوا وراء 40 يوم يلقونه صار كحول الأثيل. هاي الطريقة القديمة مختصر مفيد. زين، صار شلون تحول خلال هاي 40 يوم؟ باو، هاي الفواكه لما يخلوها كأنما سكر، اوكي؟ فعل انزيم الخميرة يتحول الى سكر بسيط، بعدين فعل انزيم التايميز، انزيم ثاني يتحول الى شنو؟ كحول الاثيل وثنائي اكسيد الكربون، مثل ما انا كاتب لك. باو، لو سألتك كيف يحضر كحول الاثيل سابقا، الطريقة السابقة، او سؤال ثاني كيف يحضر كحول الاثيل من تخمير الفواكه؟ الجواب يحضر من تخمير الدبس او التمر او عصير العنب بمعزل عن الهواء، قلت لك يسدون القبق مال العلبة حتى بعد ما يوصل هواء، حيث يتحول السكر بفعل انزيم الخميرة الى سكر بسيط، ثم يتحول السكر البسيط بفعل انزيم الزايمير الى كحول الاثيل وثنائي اكسيد الكربون. يعني لو اريد نكتب معادلة مال التحضير شنو؟ عندي سكر، هذا سكر اللي هو الفواكه، مو تمام؟ هذا اول شيء. فعل انزيم الخميرة، فعل انزيم الخميرة ايش راح يصير؟ يعني هذا السكر فعل انزيم الخميرة، انزيم الخميرة، مو تمام؟ ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى سكر بسيط، سكر بسيط. زين، هذا السكر البسيط فعل يا انزيم، فعل انزيم الزايميز، فعل انزيم الزايميز، فعل يا انزيم، انزيم الزايميز، انزيم الزايميز، ايش راح يتحول؟ راح يعطيني ناتج، راح اكمل كانما هنا المعادله. الناتج راح تطلع يعطيني كحول الاثيل، كحول الاثيل، وينطيني ثنائي اكسيد الكربون، ثنائي اكسيد الكربون. زين، هذا هسه انا سويت هذا المخطط، هو الحكي اللي هنا، سكر فعل انزيم الخميره صار سكر بسيط، سكر بسيط فعل انزيم الزايميز تحول الى كحول الاثيل ثنائي اكسيد الكربون. هي هاي الطريقه القديمه باختصار، سووا بالطريقه القديمه، الطريقه القديمه جابوا علبه خلوا بيها سكر، السكر شنو يعني؟ كانما عنب او تمر، تمام؟
وسده ليسده حتى يصير معزل عن الهواء. هذا السكر فعل إنزيم الخميرة تحول لي إلى سكر بسيط، واضح؟ بعدين هذا السكر البسيط فعل إنزيم الزايميز شي يصير؟ فعل إنزيم الزايميز تحول إلى كحول الأثيل وثرع أكسيد الكربون. هذا هو مختصر مفيد للطريقة القديمة. الطريقة الحديثة طلاب هي طريقة صناعية. لو جاك سؤال كيف يحضر كحول الأثيل صناعية، اللي هي الطريقة الحديثة، كيف يحضر كحول الأثيل صناعية؟ يحضر من مشتقات النفط. منين؟ من مشتقات النفط بتفاعل غاز الأثيلين اللي هو C2H4 مع الماء بوجود حامض الكبريتيك المركز وعوامل مساعدة أخرى، درجة حرارة وضغط. احنا متفقين بهذا الفصل قلنا كل تحضير يعني معادلة، وقلنا معادلات التحضير ما حير موازنة لأن هي تتوازن تلقائيا، واضح؟ فهسه لو اريد اكتب معادلة التحضير هاي شلون بار منين احنا جاي نحضر؟ مو جاي نحضر بتفاعل غاز الاثيلين، ركز، اللي هو C2H4 مع الماء. اذن يا هما جاي يتفاعلون C2H4 مو تمام زائد H2O، ذول الجاي يتفاعلون هذا الاثيلين مع الماء، الماء H2O مو تمام. زين هذا سهم، ايش قايل هنا؟ قايل بقى طلاب اريدك تركز كل زين، يقول بوجود، بركز، بوجود حامض الكبريتيك. كلمة بوجود يعني حامض الورقة ينكتب فوق السهم، بوجود اعتبرها السهم والورقة ينكتب فوق السهم. حامض الكبريتيك المركز اللي هو شنو رمزه؟ اللي هو رمزه H2SO4، واضح؟ زين الناتج اللي يطلع لنا شنو؟ يطلع لنا هو اللي جاي نحضره، اللي شنو هو؟ اللي هو C2H5OH، واضح؟ اللي هو كحول الأثيل. هذا شنو؟ هذا أثيلين، هذا أثيلين، هذا شنو؟ هذا ماء، واضح؟ هذا حامض الكبريتيك المركز، هذا شنو؟ هو كحول الأثيل. هاي المعادلة مالتي يحتاج أوازن؟ لا ما أوازن. ليش؟ لأن قلنا معادلة التحضير كلها هي تتوازن تلقائيا، فما أحتاج أحيراً بيها وأبقى أوازن، واضح؟ هاي هي شنو فاعلت الأثيلين مع الماء بوجود، بوجود معناها السهم، الورا كلمة بوجود تكتبه فوق السهم، مو تخلي لي يا زائد، انتبه دير بالك، مو تكتب زائد حامض الكبريتيك، لا بوجود كأنما كلمة بوجود هي السهم، الوراها ينكتب فوق السهم، بوجود يعني كأنما سهم، حامض الكبريتيك المركز فوق السهم تكتب حامض الكبريتيك المركز اللي هو H2SO4، الناتج يطلع هو كحول الأثيل اللي هو C2H5OH. تمام؟ عرفنا الطريقة القديمة والطريقة الحديثة. هسه نجي للخواص، الخواص مال كحول الأثيل بين قوسين اللي نسميه الإيثانول. نجي النقطة الأولى، هو سائل له درجة غليان أقل من درجة غليان الماء ويتجمد في درجة حرارة واطية، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، السائل ذو رائحة مميزة، هذا السائل برائحة مميزة. النقطة الثالثة، مذيب جيد لكثير من المواد العضوية، يعني يصير مذيب. النقطة الأخيرة، يشتعل بلهب أزرق باهت مكون CO2 وبخار الماء. قلنا جميع المركبات العضوية لما تشتعل يعني تحترق شو تكون؟ تكون CO2 اللي هو ثنائي أكسيد الكربون، وتكون لبخار الماء اللي هو H2O، واضح؟ جميع المركبات العضوية لما تحترق شو تكون لي؟ CO2 و H2O. هذا الشيء أخذناه بالميثان والأثيلين والأستيلين، وهسه كحول الأثيل كلهم بالخواص مالتي لما يشتعل يشيطيني CO2 و H2O، أي ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء. اللي جاي طلاب نقدر نقول إنه كملنا كحول الأثيل. هسه ننتقل الحامض الخليك. حامض الخليك هو مركب عضوي، مركب عضوي، بس مركب عضوي مو هيدروكربوني. ليش؟ لأن بي أكسجين. الهيدروكربوني قلنا بس بيكربون وهيدروجين، هذا شبي بيكربون وهيدروجين وأكسجين. تمام؟ زين هسه نجي، هذا حامض الخليك طلاب يتحضر صناعيا. شلون يتحضر صناعيا؟ بالمناسبة بار هسه منا وهي تذول الثلاثة بعد ما عندنا معادلات حتى ترتاح، عندك حامض الخليك والبنزين والفينول كلهم ما بهم أي معادلة، واضح؟ يعني هاي همين بشرى لك، لأن هو طلاب يذوج من المعادلة ما أعرف ليش، بس هي شيء كلش بسيط. المهم شلون يتحضر صناعيا؟ يحضر حامض الخليك صناعيا طبعا من تفاعل الأستيلين مع الماء
بوجود حامض الكبريتيك المركز وعوامل مساعدة أخرى. شنو العوامل المساعدة الأخرى؟ يعني ضغط، درجة حرارة، غيرها، بإجراء سلسلة من التفاعلات. واضح؟ شلون يتحضر؟ يتحضر من تفاعل الأستيلين مع الماء. أستيلين مع الماء. يعني هسه أنت بعض عندك كحول الأثيل، منين حضرته؟ منين حضرته؟ من الأثيلين زائد الماء. أوكي؟ عندك حامض الخليك، منين حضره؟ من أستيلين زائد ماء. شلون تحفظ التحضيرات باور؟ انت اول ثلاثه ذولك راحه، والميثان والاثيلين والاستيلين. هسه راح اجي استثمرهم بهاي التحضيرات، استثمرهم بالوراهم. كحول الاثيل، اثيلين زائد ماء، من اسمه كحول اثيل اثيلين. اتذكر التحضير مالي، التحضير مالي كحول الاثيل اثيلين زائد ماء. حامض الخليك شنو؟ استيلين زائد ماء، اثنينهم يدخل بيهم الماء. خوش حكي. بوجود حامض الكبريتيك، وهنا ايضا بوجود حامض الكبريتيك، هاي تحضرين انت حفظ لياهم الكحول الاثيل وحامض الخليك، اثنينهم بوجود حامض الكبريتيك المركز، اثنينهم بوجود الماء. بس شنو الفرق؟ هذا اثيلين هذا استيلين. خوش حكي حتى تحفظ بطريقه سهله. زين، هسه لو اسالك اقول لك ما هي خواص حامض الخليك؟ الخواص مالته هو سائل في درجه الحراره الاعتياديه، الا انه يتجمد في 18 سيليز. يعني ما احنا مثلا درجه الحراره الطبيعيه عندنا بال 30 27 28 هو سائل بهاي درجه الحراره، بس لما درجه الحراره تقل توصل لل 18 في يتجمد. النقطه الثانيه ذو رائحه نفاذه، وهنا ايضا عندنا ذو رائحه مميزه، يعني اكو نقاط يشتركون بيها. تقدر انت هاي النقاط المشتركه ايش بيها كلها تعممها على الكل، يعني خاف تنسى نقاط لو هاي مثلا هاي ذو رائحة نفاذية ذو رائحة مميزة نفس الشيء. زين، النقطة الثالثة هو يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم مكونا ملح خلات الصوديوم الذائبة في الماء. النقطة الرابعة يمتزج مع الماء بأي نسبة كانت. وطبعا اكو نقطة بس هي انحذفت من الكتاب ايضا، يعني يحترق ويشتعل بلهب مميز مكون غاز ثاني اكسيد الكربون والماء، مثل هاي النقطة. تمام؟ بس انحذفت من المنهج. المهم عندنا هسه هذا كملناه شيء بسيط. عندنا البنزين او البنزول. البنزين طلاب انتم كلكم شايفين، ماكو طالب او طالبه ما شايف البنزين. ليش؟ البنزين طلاب هو هذا اللي يديروا للمولد، اذا المولده بالبيت فهو جاي يندار لها بنزين، الاليات كلها تشتغل بنزين، السيارات هاي تتنقل بها يخلوا لها بنزين، هو هذا البنزين اللي راح ندرسه. زين شنو البنزين؟ البنزين هو الرمز مال C6H6، ما دام ايش يحتوي الرمز ماله؟ كربون وهيدروجين. اذا هذا شنو؟ هذا مركب عضوي هيدروكربوني. مو تمام؟ زين شنو هو البنزين؟ كنا نعرف انه البنزين والغاز وغيرها كلها هي منين نشتقها؟ من النفط. اذا هو شنو؟ هو احد مشتقات البترول، يعني وهو احد مشتقات النفط، ويكون سائل سريع التبخر. البنزين دائما اذا شايف ذول بالشارع يبيعون بنزين، شو يسوي؟ يخلي الجلكان مسدود او البطل مسدود. ليش؟ لان اذا يبقى بالجو يتبخر. واضح؟ فهو سائل سريع التبخر. طبعا هو سائل لان كلكم شايفين البنزين من يدار للسياره هو سائل، يكون لونه قريب للاصفر، ويعتبر ابسط مركب هيدروكربوني. ليش هيدروكربوني؟ لان به يعني كربون وهيدروجين. ابسط مركب هيدروكربوني لسلسله الهيدروكربونات العطريه الاروماتيه. طبعا الهيدروكربونات هي همين انواع، بس بالمنهج ما ثالت متوسط ما ذكر الانواع مال الهيدروكربونات لان انواع معقده وصير صعبه على الطالب، فهو مبسطه بس هنا ذاكر شيء بسيط على انواع المركبات الهيدروكربونيه. قايل لسلسله الهيدروكربونات العطريه اللي هو هذا احد انواع الهيدروكربونات، بين قوسين نسميها الاروماتيه، ويمكن الحصول عليه من قطرات الفحم، قطران، ويمكن الحصول عليه من قطران الفحم. زين استاذ شنو هو قطران الفحم هذا؟ شنو؟ قطران الفحم هو سائل سريع التبخر، وهو احد مشتقات البترول. يعني انت عندك نفط، من النفط راح تطلع قطران الفحم، من قطران الفحم تطلع البنزين. واضح؟ زين شنو هي الصفات مال البنزول او البنزين؟ تمام؟ الصفات مالته هو سائل هيدروكربوني سريع التبخر، يغلي في 80 درجة سيليزية، يعني من صفر 80 درجة سيليزية يغلي، لا يذوب في الماء، بخار حساب، يعني واحد البخار ماله لما يطلع صعب، يشتعل بلهب داخل جدا. اي مثلا اي حريق يبني يذبون عليه بنزين او شيء يطلع مثل السواد، يعني دخان اسود، اوكي، فيشتعل بلهب داخل جدا.
هذا هو البنزين او البنزول. هسه عندنا النقطه الاخيره اللي هي هو المركب الاخير اللي هو الفينول. الفينول الصيغه الكيميائيه مالته مقاربه على كحول الاثيل C6H5OH. الفرق بكحول الاثيل هو شنو؟ هنا C6 هنا شقد، هنا C2 هنا 2 هنا 6، هذا الفرق بيناتهم. زين الفينول اكو نوعين، اكو نقي وغير نقي. الغير نقي ما مطرقين له بالماده وبالمنهج، مطرقين له للنقي. فعندنا صفات الفينول النقي. صفات الفينول النقي ايش بيه هذا الفينول؟ الفينول هو ماده صلبه عديمه اللون ذات رائحه خاصه متلفه للجلد، يعني لما يطيح على الجلد شو يسوي؟ يسوي التهاب بالجلد. يذوب في الماء، ماده فعاله كيميائيا، هاي الصفات مالته. عندنا الفينول استعمالات، طبعا طلاب هاي المركبات كلها بيها استعمالات. الاستعمالات هنا ما اكتبها وما اتطرق لها لانه هي ما بيها فد شيء اشرحها لك، وانما انت تقراها يعني استعمالات طبيعيه تمام، واختصارا ايضا للوقت. زين عندنا استعمالات الفينول مهمه، استعمالات الفينول مهمه فهنا اتطرقنا لها. عندنا يستعمل محلوله لتعقيم المرافق الصحيه تحت اسم شنو؟ حامض الهاي، حامض الكربونيك باور، حامض الكربونيك. يعني مرة من المرات اجى بالوزاري ضمن التعاريف حامض الكربونيك، الطلاب يعني كلها ما جاوبت او استغربوا وعبالهم شيء صعب، شنو هو حامض الكربونيك؟ يقولون احنا ما مر علينا هيك شيء. حامض الكربونيك هو نفس الفينول، مو هنا ذاكر لك قايل لك يستعمل محلوله لتعقيم المرافق الصحية تحت اسم حامض الكربونيك، يعني بالمرافق الصحيه بالتعقيم بدل ما يسموه فينول سموه حامض الكربونيك، واضح؟ النقطه الثانيه هي يمكن الحصول منها على مشتقات مهمه كالمعقمات والمطهرات ومساحيق التنظيف الحديثه ومبيدات الحشرات والبلاستيكات، واضح هذا الشيء؟ اعيد، عندنا استعمالات الفينول يستعمل محلوله لتعقيم المرافق الصحيه تحت اسم حامض الكربونيك. النقطة الثانية يمكن الحصول منها على مشتقات مهمة كالمعقمات والمطهرات ومساحيق التنظيف الحديثة ومبيدات الحشرات والبلاستيكات. لي جاي طلاب انتهت محاضرتنا، بس خلينا اعيد لك المحاضرة اعادة بسيطة. اذكرني المحاضرات، المحاضرة الاولى المنهج مالتنا هو عبارة عن 3 محاضرات. المحاضرة الاولى عرفنا بها الكيمياء العضوية، قلنا وهي الكيمياء التي تهتم بدراسة المركبات العضوية. المركبات العضوية قلنا اغلب المركبات العضويه هي تحتوي على كربون وهيدروجين وممكن اكسجين، فالمركبات العضويه تحتوي على كربون وهيدروجين سميناها الهيدروكربونات، واضح؟ هيدروكربونات. قلنا بهذا الفصل راح ندرس 7 مركبات مو تمام؟ اللي هم منو؟ قلنا الميثان والاثيلين والاستيلين، وذولي شرحناهم بذيك المحاضرات بالتفصيل، ذولي 3، بعد 4، من هم الاربعه؟ هو كحول الاثيل الايثانول، وعندنا حامض الخليك والبنزين والفينول، ذولي المركبات اللي ندرسهم. نجي الحامض الكحول الاثيل، كحول الاثيل ايش بيه؟ التحضير ماله، طبعا كحول الاثيل هو ماده عضويه معروفه قديما، مثل ما انا كاتب لك، كحول ماده عضويه معروفه منذ القدم. زين التحضير ماله يتحضر طريقتين قديمه وجديده، القديمه نجيب علبه نخلي بيها سكر، السكر شنو هو؟ هو فواكه عنب او تمر. فعل انزيم الخميره شو يصير؟ يتحول الى سكر بسيط. بعدين فعل انزيم الزايميز شبيه؟ يتحول الى كحول الاثيل وثاني اكسيد الكربون. هاي خلصنا الطريقه القديمه. الطريقه الحديثه هي طريقه صناعيه. الطريقه الصناعيه شلون؟ قلنا الطريقه الصناعيه مالتي عندك كحول الاثيل وحامض الخليج قلنا يشابهون التحضير مالتهم، شلون؟ هذا بي فوق السهم H2SO4، يعني بوجود حامض الكبريتيك المركز، واضح؟ وهذا ايضا بوجود حامض الكبريتيك المركز، هذا اثيلين زائد ماء، هذا استيلين زائد ماء، واضح؟ هذا الفرق بيناتهم. زين شلون نحضر كحول الاثيل؟ اثيلين زائد ماء بوجود حامض الكبريتيك المركز، ايش يعطيني؟ يعطيني كحول الاثيل، واضح؟ حامض الخليك شلون نحضره؟ طريقه كلش سهله، استيلين زائد ماء بوجود حامض الكبريتيك المركز، ايش يعطيني؟ يعطيني حامض الخليك. يعني حتى هذا لو تريد تكتب له معادله هم كلش سهله وبسيطه. شلون تكتب المعادله مالته؟ هو شنو؟ هو استيلين، الاستيلين هو C2H2 مو تمام؟
زائد ما H2O. مو عندك سهم، السهم يمثل كلمة بوجود، حامض الكبريتيك المركز H2SO4. الناتج شنو؟ الناتج هو جاي حاضر حامض الخليك هو CH3COOH. واضح؟ يعني همك شيء كله سهل، نفس هاي المعادلة بالضبط. الاختلاف هنا أثيلين C2H4، هنا C2H2 اللي هو الأستيلين، هذا هو تحضير حامض الخليك. وراها اجينا للبنزين، البنزين كنا شايفين اللي يندر للسيارة، البنزين برائحة قوية، رائحة مميزة. البنزين من يشتعل يعطيني لهب قوي، لهب داخل مثل ما موجود بالنقاط مالته، البخار ماله سام، وهو مركب هيدروكربوني، مو تمام؟ بس هيدروكربون ايش بيه؟ أبسط مركب من الهيدروكربونات من أمه العطرية اللي بنسميها احنا الأروماتية. وقلنا البنزين نقدر نحصله من قطران الفحم. شنو قطران الفحم؟ قطران الفحم هو نطلع من مشتقات النفط، نشتقه من النفط ومن يما نطلع البنزين. وراها اجينا للفينول، الفينول قلنا عندنا نقي وغير نقي، اللي يهمنا بالمنهج هو النقي، فموجودة صفات الفينول النقي، وله استعمالات مهمة، يستعمل وين بتعقيم المرافق الصحية تحت يسمى حامض الكربونيك. وعندنا النقطة الثانية هو يمكن الحصول منها على مشتقات مهمة كالمعقمات والمطهرات. واضح طلاب؟ يعني احنا اللي جاي وفينا اغلب الامور المهمة وين؟ بالفصل مال الكيمياء العضوية، وانتظرونا بالفصل السابع ان شاء الله. والى ذلك الوقت دمتم في امان الله. Okay.